السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبارك عيدكم، والله يعودكم عليه كل سنة وكل حول زايدين ما بقاصرين، يعودكم أنتم لي ما بهو يعود عليكم، لا هو موجود أبوي، هو موجود منذ الخليقة، يا غير أنتم بتكونوا موجودين لو لا، هذا علم العلم عند الله، نطلب من الله سبحانه وتعالى أنكم تكونوا موجودين، والله يعودكم عليه وأنتم بخير وسهالة زايدين ما بناقصين. أبارك لكل من ينبض بحب الإمارات قلبه، أبارك للقيادة، أبارك للشعب، أبارك للناس، أبارك لكل إنسان يملك ذرة حب في قلبه لدولتي الحبيبة دولة الإمارات العربية المتحدة. فالعيد مبارك وسعيد على إماراتنا الغالي، العيد مبارك وسعيد على حكامنا، على أولياء عهودنا، أو زوجات الحكام، على زوجات أولياء العهود، على أولادهم، على بناتهم، صدقانهم ومن يحبون ويودون. والعيد مبارك وسعيد على شعبنا الغالي داخل الدولة وخارجها، ويعله يا رب العالمين سعيد ومبارك هالعيد المجيد عيد الأضحى يا رب العالمين، على أمهات الشهداء وأباء الشهداء وبناتهم وأحفادهم وأولادهم ومحبينهم، ويعلهم بارك وسعيد لكل من فقد شهيد في بيته يا رب العالمين. ويبارك رب العالمين لكل جنودنا البواسل في جبهات القتال، في جبهات الدود عن هالبلد المعطاء الجميل دولة الإمارات، ويحفظ كل إنسان يدافع عن دولة الإمارات في كل محفل، سواء إعلامي أو بالجهاد أو بالتضحية أو بالسهر أو بالعلاج أو اللي يكون طرق الجهاد وايدة، حتى باللسان تقدر أنك أنت في الأيام المبروكة وغير هالأيام أنك تدعى لهم بطولة العمر، وأن الله يسدد سهامهم وأن الله يسدد صد. فمبارك عليك العيد يا أم الإمارات، مبارك عليك العيد يا نبض قلب كل شعب دولة الإمارات، مبارك عليك العيد يا أم الغالين، مبارك عليك العيد يا أم محمد يا بركة الدار ومن سكن فيها، يعلى الله يعودك إن شاء الله عليه أعوام مديدة عديدة، وانتي ترفلين بثوب السعادة والسرور زايدين ما بناقصين، ويحفظ لك إن شاء الله ذريتك ذرية ذرية ذريتك يا رب العالمين، قادر رب العالمين أنه يحفظك ويحفظ كل من تحبين. والعيد مبارك على كل سفرائنا، العيد مبارك على كل قناصل الدولة، العيد مبارك على كل بعثات الدولة اللي خارج الدولة من عسكرية وسياسية وداخلية وخارجية، وكل من يساهم برفعة اسم دولة الإمارات يعلى العيد إن شاء الله مبارك عليك، ويعلى الله يعودكم سالمين غانمين. ومبارك عليكم العيد يا طلبتنا يلي في خارج الدولة وداخلها، مبارك عليكم العيد يلي تتلقون العلاج في داخل الدولة وخارجها في المستشفيات في أي بلاد تكونون، مبارك عليكم العيد يلي تخدمون الدولة في كل مجال، يعلى الله يحفظكم يلي في البر والبحر والجو، اللي قابضين خفر، اللي مرابطين، اللي في الدوريات، اللي في المرور، يعني حتى هل بالمخالفات، مبارك بعيدكم حتى لو اني ناقمكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يحفظ الشيخ ولد الشيخ حفيد الشيوخ الشيخ خليفة بن زايد ويدين، يعني الله يحفظه يمد بجله يمتع بعمره ويلبسه ثوب السعادة والسرور، ويعود إن شاء الله على هالأيام المبروكة سنين عديدة مديدة يا رب العالمين، وهو بخير وسهال وما يشكو من باس. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر للشيخ حصة بنت محمد، والشيخ ميثة بنت محمد، والشيخ حمدان بن محمد، والشيخ مبارك بن محمد، ويحفظ شيوخنا ويغفر إن شاء الله لأمواتنا وأموات المسلمين، ويطرح البركة في كل شعب الدولة يا رب العالمين، الصغار والكبار ما أخص حد، يا رب بركات هالأيام المبروكة أنك تحفظ شعبنا
وتغفر للشيخة ميثة بنت محمد، وتغفر للشيخة حصة بنت محمد، وتغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ويعلها مبارك وسعيد عليك يا شيخة مهربة خالد، ويعلها مبارك وسعيد عليك يا منسوبة اليدين، يعلها مبارك وسعيد عليك يا مهرة حياة الشيخ سعيد بن شخبوط، يعلها مبارك وسعيد عليك يلي ما استوى شراتك حتى في الدنيا العودة. الله يطرح البركة فيك وفي صحتك وبدنك، يطرح البركة في الشيخ طحنون بن سعيد، يطرح البركة في كل أحفادك وعيالك، ويسلمك ويطول بعمرك ويمد بجلك ويلبس ثوب السعادة والسرور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. اليوم عاد اللايت بربل، هابي عيد بو محمد. مبارك عيدك. السعودية إن شاء الله. برنامجنا اليوم بو محمد. والله ما أدري، ما بعرف. لا حين ترى اليوم ترى غدا العيد. وين عند منو؟ عند أبو ثاني. عند أبو ثاني ولا عند شو اسمه بحور عيد؟ كلهم مجموعة والله ما أدري. كلهم واحد. هي كلهم واحد، هم مجموعة كلهم وعازمين جماعة وقالين ترى غدا العيد عندنا. عاد وين ومتى وهذا كله ما، لكن أظني واحد وربع قالين. انا العنوان ما بعندي بلا ان شاء الله. اقول لكم هذه لبستي اللي شوفوها بيربليه ما شاء الله علي. اقول لكم او اني بخبركم العاشر. لا العاشر فوق. اقول لكم امس وانا جاي في الطياره عطيني كرسي ظهريه البايه جدا دريول مال الطياره. يعني معقوله؟ يعني معقوله دسر عليه هلال؟ يعني معقوله اني انا اركب في طياره؟ شفتوا الضبعه ايش قالت تحتاس؟ يعني حاطيني في كرسي غير انه الحين قلت لهم ابوي حطوني ابوي في حطوني في طياره في الكرسي الحين يوم انا برد ويهم شاهد الطيار انا ابوه شي شرات الضبعه. والله يا ابو محمد شفت اللي ضارب بنا ابو بريجع شي ازمت وانا طالع حافظ الله على كشخه ابو محمد. يا سلام سلام والله بساعة ما خرب. الحين ابو يوم يقول لك عزم العيد عيدين، اليوم ابوي عزم العيد عيدين. شوف الشيخ طحنون بن سعيد على الله يحفظه ويطول بعمره يبارك فيه وسعيد. سعادتك مشرفين. محمد بن عبد الله الجماعة. السلام عليكم. الله يرجع عليكم بالصحة والعافية. الله قلنا مش داخل صورة خالد يا حين يا حين شكلي. شو مازين هاليمة؟ شوفوا ما شاء الله مصباح عيدنا نحن مازينة. يا زين صباحنا يا زين صباحنا. يلس أبوي يلس بارك الله فيك. ما عليك مني أنا. قرب قرب يا عمزة. هذا خلاف الحمادي رجل له بصمة في كل مكان ضارية شوفه من حول لحول وشخصية رياضية يستمر ويحب الرياضة والجري كل سنة هشوفه يطوي الهاي بارك طي يمشي ويجري على الله عبد. الحين كل هالعرب العام من حطيت شويه مليون مسج كلن يشكر عليك يقول هالريال خدوم الله نعم كلن يشكر عليك على الله يحفظك بارك الله فيك جزاك الله خير. يعطيك العافية أبو سعيد. الله يعافيك. الله يحفظك لا خليت منك. يعطيك بداية الله.
بارك العيد. الله يعود عليك ان شاء الله السلام. يلسر مستر سولفت وياك غير ما عرفتك كنت سالفه والله والنعم ذكرتني بالحب ذكرتني بالحب يعني الحب صاحب التراث يلا كذا ما استوحد شرات الحب لا حشو نعم يعطي العافيه الصحه والعافيه يعطيك الصحه والعافيه الله يخلي ابوك يخليك انت ابوك يعني هو البول وين يصير وانت الله لا خلاص انا الله يبارك فيك انت جايني باك شرف ان شاء الله شو انا شوني في العين عندي الحب خلاص نعم ان شاء الله ان شاء الله فرحت بشوفك وبارك فيك اول بعمرك شوف الله عليك هاليمعه الزينه وهالعرب الطيبه كم يسوى كم يسوى هالشباب وهالناس الطيبه اللي ما حد شرفنا يعني تسلم لا خليك ما شيء تسويك وخي يلا اول بارك شو اسمك والله والنعم شو اسم ابوك ويدك كلهم اباهم ما شاء الله عليك انت شو؟ أحمد خالد بلاكم وي ولا زعلان إن شاء الله ولا ابتسامة نصب مصبعين عيد أبوي هالحجرة المبروكة وهالمكان الفنان وهالمكان الزين ويين عاد هني بنت قهوة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على القهوة القهوة روحها هاي نمونة أنت بكبرك ترد هلال أعطني عاد هني نبي العرب هاي الفنيال اللي ينضرب بالوصوف ها هذا مخبرينكم عنه ورامسين عنه قاليلكم عنه ومخبرينكم عنه يوم نحن بوية في شو اسمها تايلاند في بانكوك مخبرينكم عن هالدل وعن هالقهوة ها هذي بقول لك فنيالهم مسبوعي تعال فانا نبعد الحين هذا شو من رطب الله عليكم إيه ليش طعم المحلات بشرته ترى ظهر حسج قول بالله والله العظيم انت لا ترمسين عسب ما بشر تخربين علي هاي ابوي ترى العوده معروف ان عوده كلنا نعرفها لكن شيل لي تفوتخ هاي وتفوح هاي ابوي عنبرة الزرق هذه عاد ما تنحط ابوي الا للناس الغاليين المميزين ما بكل من يا وحطوا له عنبرة الزرق الحين لا تشوفون هاي تفوتخ وتفوح هاي ابوي ليت الطابخ عنبرة الزرق تحت هذا ابوي سلك الناس الطيبة الناس لياويل قرب قبض ابو محمد سوري سامعني بالعسمة 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 عسم عسم عدوك فلينا الحين الضو ابوي ما سطت في العودة لا بس ايها الواهي هذا ابوي ترتيب الناس الفنانين الناس ابوي اللي يعرفون اللي يعرفون للعدل وهب من هب كل من حد ياك حطيت العنبرة الزرق عنبرة الزرق للناس المميزين مثل ابو محمد ومثلكم يا المتابعين ما تتعطر من هذا لا هذا مال سمونه ما فيه لا بتخيس ثيابي ها كل من هذا ها ما فينا اظهر حد من يا ربي ترى هذا اللي تشوفونه هذا برحي ها شوف الله عليكم شوف الله عليك البرحي ما زينه وهذا العنقور ابوي تو طايح عندهم في لندن من اسبوعين تقريبا او من قبل اسبوعين ما كان موجود تو طايح هذا يوم بتاكل وحده وبتدور بين ضروسك كأنك داحق محاحة يا غير ما فيها صفار لا فيها مورد ريج شيء لا صار ولا استوى اللهم لك الحمد الله عليكم نبات لو شو هذا نبات لا ها شيء هلال نبات كنا يايبات نبات لين لندن ابغى البن عليك ابوي ترى لبندر هذا هو اللافندر شو صار ابوي مزرعه لافندر عطوهم من لافندر ها لافندر قرب الله اللافندر ها الاسم شايع والبطن جاي لافندر ولا هذا ابوي لافندر ها يا غير صرت مسيبلو هذا ابوي لافندر بعد انت اسمك انت حينه انت مريم وانت شمه ابوك يقولون كابتن صدق نعم صح هي تعالي درس واحد وين صار وين صار ها بالهاي تور وش حالك هبي عيد يا ابو ناصر مبارك بعيدك يعلك من عظمات العيد كل سنة وكل حول فديتك انا لا خلينا من هالصنعة ولا من هالعوينات هالحين الله يحفظك ويطول بعمرك آمين
لا خلينا من الحك ريحة الطيبين. يا مرحبا. الله يرحبك على فضله يا ابو ناصر. عدل عقالك زين يا ابن الحمولة، حكينا حكيته وياك بالك تقوله. يا رك الله يا ابو ناصر. انا بسيل الغفتي وبرد عليك. ايش؟ هو بيظهر يا رجال، وين صار ابو ناصر؟ باكر ودي تليفوني حق ناصر. بعد ما يكرج. ما يكرج؟ ما يكرج. الله ياخذ عافيه. وين؟ لحظه لحظه الحين بنشوف. بشكرك؟ يا مرحبا الساعه. يا مرحبا يا خالد. بخبرك بشكرك شو تدهن راسه فيه؟ ما ادري. قلب الله انت مطوح. مطوح راسه. شو اسمه بشكرك؟ ايما. ايما. هاي تشرج عمي. ها؟ الحين تشرج. ها قبل. شو عدل فيه؟ إما هابي عيد مبارك. قرب الله إما مغلظ راسه ومطوله شو ميور هير. يلا عدلي هذا راسه يبا نطالع. قرب الله حتى الروس ما يدل البيت وين قرب الله. تبارك الرحمن قرب الله عدوها يا ربي. ابو ناصر انا ابو حبشكرك على القلب راسه مطوله. جوال غالي. هاي ابوك مبغل ما ظهرت وقت النعيشات ولا شو تومي بيديها. هي راسه ما بتنفدع رقبات رقبته فقيره. وقت بنت هلا. هي الهم الجنه. الهم الجنه. عيد عنك انا ابوي مره تبين عند الشوخ. وين؟ الصغره. يلا. والله. اليوم انا ابوي انا مصبر انك الا المعازيب. منو ما يبي يشوف هالويه؟ منو ما يبي يشوف هالصنع الزين اللي خلينا شفنا طحن بن سعيد وشفنا الجماعه كلها البارحه سولفنا وياه. هي لين عقب ذان الظهر. شوف انت. اي والله. يا حيك يا سعد حظك اللي يرسم يا شيخ طحنون. نعم والله. يعلني يفداك يا ابو ناصر، يعلني يفداك. الله يحفظك ورمشنا. هذا الزين. الله يطول عمره. امين ويحفظك ان شاء الله. قادني بيدي حولنا تحت. بالله عليك. يلي السيارة شبنا أنا وناصر في السيارة وهو تم عدل. سبحان الله. أي والله. صليتوا أنتوا بعدكم؟ أنا أجمع. الظهر تصلي ولا؟ الظهر ويا العصر. إيه أنا حين بصلي وبنزل تحت بتريح لال وأنت برأيك شو بتصير؟ أنا بصير حق ناصر شوي. إنزين. شوي يا طريق أقول خالد مالي شو؟ لا خليت منك يا أبو ناصر يعلى الله يحافظك. بتنزلون؟ بتنزل ابو ناصر لو قدامك انا؟ لا باسيل حق ناصر شوي. رد السلام على ناصر بالله عليك، سلم على ابو احمد. لا خليت منك. جعل الله يبارك لك ويحفظك يا ابو ناصر ويخليك من الشيء كله. واضح ان انا ماشي؟ شوف انت. عفوا. يا الله لا بريد. مصطفى. You from Pakistan؟ Yes. You live here؟ Yeah. No, in Abu Dhabi. And with who you are here? I'm with the family. Mashallah, mashallah. Thank you. You happy here? Yeah, very happy. Nice to meet you. Thank you, sir. What's your name? Mustafa. Mustafa, Eid Mubarak. Eid Mubarak to you, sir. Shukran. Thank you, sir. Shukran. Meitana, nabba big smile, big smile. Cheese. Yalla, yalla, yalla. Yalbiza makthara. Ta'ali, Adel, tibi, Adel. Heee. Ma batin. Braya, chawiti khasrana. Ana minu? Abu, yanti minu? بعد قطران ابوي منيكم هذه. ابوي هاي ابوي زادها ما بغت تجيني. هاي ابوي الشيخه روضه بنت الشيخ نهيان بن زايد يعلى الله يحفظها. الروض الروض. ابوي بيطيع السجدايد. ها ابوي الشيخ سعيد بن حمدان. ما شاء الله ما زينهم الشيوخ الصغار ما زينهم ما زينهم. هذا ابوي الشيخ سعيد بن حمدان بن سعيد بن طحنون. يا ربي شيوخي كل يدان كلهم شيوخ ابوي انت ما زين المشيخ وما زين هاي ابوك. الهلال شو اسم الفندق اللي بنسير له؟ لنزبرا. بنسير ابوي فندق لزنبرا اللي في مال الجهاز. وراعي الدعوه منو؟ راعي الدعوه اللي عازم الجماعه كلهم مرشد بن ثاني بن مرشد رميثي. نعم هو عازم ابوي والبارحه بعد الفطور هو عازمنا على الفطور. صدقا زين نسيت عاد عن ابوه مره انت عاد ما زين انت ما حارق غيرت انت
ما شاء الله ما زين مبكر عليك يا ابو محمد، ما زين مبكر عليك على الله يحفظك. حتى انا قديت ابوك ما شاهد عندك بسم الله عنا ابو تدوم زين يا ابو لا حينها حليلي انا دم لبست المبكر ابوي غطيت على الاولي والتالي الحمد لله. انا غالبا بالبربل البربل ابوي البربل روحه مسوي العايد تبارك الرحمن. اقولكم فغدا العيد الحين عند ابوي مرشد بن ثاني بن مرشد دان ابوي في هالمكان هذا فندق الجهاز يمسحون منه فندق الجهاز هذا فندق الجهاز هذا ابوي الجماعة كلهم يا رفيق يا معو هناك مكرهم علي بن سهيل اليبهوني يا ربي 40 سنة ما شفتك 40 سنة ما شفتك والله مرحبا مرحبا ابو ثاني شحاك لا خليت منك مبارك العيدك مبارك العيدكم شباب على الله يحفظكم يبارك هالريال هالفنان انا ما عرفت منو والله والنعم وانت الشيخ بارك الله فيك انا اخوك راشد والنعم وانت الشيخ والله والنعم مبارك عيدكم شباب بحبك انا ما زين لمواية هالكمبنية بارك عيدك هذا ابوي سعادة محمد بن ثابت قنصل دولة الإمارات سلام عليك شيخ ايش حالك الله يحفظك وبارك فيك طول بعمرك الله يبارك في حياتك قربوا سعادة حمد بن مبروك عيد مبارك شوف الله عليكم أي شيء فيه أبو ظبي أو دولة الإمارات يغلي هالنمونة الرقي والترتيب هذا أبوي سد اسمه فندق الجهاز فندق جهاز أبو ظبي الاستثمار يعني معناته قوريج يعني بانس يوم يقول لك شيء بانس البانس هذا هو 46 سلندر عبارة أسرع أبوي حتى عن جميع جميع هاي الأشياء السريعة يعني عبارة حي هشوف حي ريحة الدار حي ريحة أبوي أبو ظبي حي ريحة الإمارات حي ريحة الزين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حي ريحة الإمارات أبوي من شرقها لغربها شارك الله يحفظك كيف انت هذا رجال مو صديقه ولا يتروالي والله اني عرفته قلت لكم بتصديق هي شارك الله يحفظك كيف انت شارك سويت زحمة وايد علينا البارحة يا رجال يا رجال أنا ما تنحق مطبش اللي مسك شحالك إلى الله يحفظك بارك عيدك الله يفرحك اليوم ودوم بارك الله ما زين إلا تطقيم هذا روح أي سؤال بلاد لكن عادة هذا هاي كواليتي هذا الكواليتي والله هنه زانت معانيك سعيد بن صالح القبيسي والله مليون مرحبا مليون مرحبا مليون مرحبا مبارك عيدك على الله يحفظك الله يطول عمرك نتيامع في هالبلاد كل سنة من حول حولنا تلاقى ونحب بلاد وحدة ما تلاقى على الله يطرح فيك البركة جزاك الله خير مبوني على الله يحفظه أبو ثاني كل سنة يأدي هالمايوب حق كل الجماعة ويصع أبوي الصايح من قبل العيد قبل الحشر بعشر يعزموا الجماعة اللي يشوفون واللي ما يشوفون ما باليد حيلة حد من العرب عليه يدسس ما يبى حد يشوفه خاصة من إي لندن أخط ولا تعال أبوي تعال ياي تعال ياي تعال ياي أبوي تعال تعال بياض إيش حالك لا خليت مبارك عيدك الله يسلمك ويحفظك وأخيرا أبوي وصل بن هيان بطل ما
مرحبا 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 بن هيان مرحبا بارح واصل غازي ابوي من سويسرا لجل ابوي حضر مأدوبة العيد اللي مسوينها ابو ثاني على الله وانت طيب وانت طيب والله مليون مرحبا بن هيان والله ما عرفت يا حدا بتنازل يا اخي وين يا ربي ما زين غادي بن هيان تبارك الرحمن معرس غادي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك كم سنه هذا الله يحفظكم سعاده الدكتور محمد بن عتيج الفلاحي امين العام للهلال الاحمر مليون مرحبا بارك بعيدك مرحبا 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله محدد ما زين اليمة ما زين ابو ريحة الطيبين والله مليون مرحبا ابو فاطمه مليون مرحبا ولا يسد بالكمبني مليون مرحبا يا الله يحفظك لا من يح ومن ومن يضحك احمر الوجه اقول يا سعد حطيهم بتصور انت وياي مفروض انا اقول لك بصور وياك يا ابو كشيفك شرات هالممثلين المكسيكان والله تحرى عمري يا رسول الله انت الحين من عندنا من الامارات من دبي احنا مو رقديت وانتم جاي فنانين وايد تبارك الرحمن والله عنصر الخسافه راح يعني الاول رقم الاجيال الجديده اي والله تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن من يقولها من الامارات طاع الزين مكثره تبارك لا ايه ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظه What's your good name? وليد وليد انت مصري؟ اقدع ناس منين من مصر؟ القاهرة فين في القاهرة؟ اقدع ناس بتوع الجيزة دول تعرف محسن؟ وانت طيب واحد صاحبي مصري اسمه محسن لسه كان معي في تايلند تفسحنا وان شاء الله حقي بولندا ان شاء الله ان شاء الله فرصة سعيدة يا عدنان عدنان الحق ابوي الحق الحق يا عدنان الحق يا عدنان الرجال الرجال ابو شال ثقيل والله انك انت يا عدنان وني وحده وحده حبيبي ترولي لا ما جبت ترولي لا خلاص ما فوت اثنين لجوا تجيب ايه ترولي الو سعيد بن عمير بن يوسف عبد الله الله يحفظه مرحبا شحالك ابو عبد الله مبارك نعيدك مرحبا بارك نعيدك بارك نعيدك بارك نعيدك بارك نعيدك فندق لانزبرا فندق لانزبرا اليوم لام ما شاء الله تبارك الرحمن يعني رقم كبير من اللي موجودين في تشنتي لندن وكلهم ابوي ما شاء الله ناس طيبين وخيرين بركات العيد
متيامعين كلهم، ما حد تم في الدنيا العود مش موجود. كل هالعرب موجودة، كل هالعرب موجودة تبارك الرحمن، يمعن طيب وناس طيبة مثلكم وشرواكم، كلهم ما شاء الله الجماعة متيامعين بركات العيد، يمعن طيبة وإن شاء الله كل سنة وكل حول، إن الله لا يفرج ما بيننا يا رب العالمين. متيامعين ما شاء الله ما حتى من أبوظبي لين الفجيرة، من جميع الإمارات الناس كلها متيامعة تبارك الله، واللي ما شفته من 20 و30 سنة بتشوفه. والله مليون مرحبا، مليون مرحبا أبو ثاني، مشرفنا أبو عبد الله، مليون مرحبا أبو عبد الله، مرحبا أبو حمر عيد، مبارك عيدك. هلا الحبيب محمد، اسمها يمعة، يمعة لا صارت ولا استوى. الله يسلمك طول عمرك، الله خير. معاد هذا على فوق التنعد مطفي زبيدي فريد، ها وها مكابيس، ها مكابيس وعيش ابيض ومرقه لحم، شو بقول لكم، شو بقول لكم الكولات، شيء هناك يقولون شيء هو امير وشيء وين هذا ما اعرف، ما بمالنا هذا، كله زين وكله فنان وكله غاوي. تعال انت بتهبش، خلي التصوير. اليوم مرحبا ابو فاطمه، لا خليه الكمبني العود ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما زينها من يمع ما زينها هالمساء. يوم أسلم على بنياتي يقول اللي أبونا الكابتن، هذا أبوي الكابتن اللي هاي لك بنياته، الفنانات الغاويات هاي فعل الله يحفظهن هي في الفندق المداخيل العافية. الحين هاي باكر العراقية، هاي اللي يرمسون عنها، أيوة أنا باكل باكر، بس تفتح العيد باكر أول مرة في عيد أكل باكر. يلا روح، هاي شغلك أنت الباكر، تبارك الرحمن تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. يلا هي يلا هي وانت عاد حمادي والليمون أخويا باكر رقم واحد، هاي ابدا تنقز على كراعة تخليك. هذا البارحي، هذا اللي البارحي تعرفنا وياه في يوم في السوق هاك الطبراني، هاو ود قبل ويس من هذا الشارجة، وها ربع ما شاء الله عليهم الله يحفظهم تبارك الرحمن. مبارك بعيدك ابوي راعي البطين، شحالك الله يحفظك. شو يعني هي كل حد ياكل انزين، لكن لا لا اكيد دواء، انا شند لا انا اميز الحمادي انهم قوريج، الحمادية قوريج، فلذلك هي يعني ما يبالك كلام الناس كلها خير بركة، لا التوضيح ما يبالك كلام، اللي ما يفهم عاد برأي، هو اللي ما يفهم ما يبي يفهم، هب إنه ما يفهم. شو يقول لي؟ أكبر مسوق لك هو، أبا سمن الرشام من عندك، قال لي خذ من دخالدي ألف يقول لي ولا بعد. إنزين ماشي مشكلة، لكن هل إنك أنت الحين بتدفع بالباوند؟ بالباوند؟ ايه يروم 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 تم 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 يلا الله يحفظك. والله يا ابو نهيان يعني يبي يظهر اللوازم كلهم شواب. والله مليون مرحبا بالدكتور، مليون مرحبا. أبوي لا تشوفونه كل هذا، أبوي ترتيب راعية المطعم، راعية المطعم اللي فيه أبو ظبي اللي هو جوديز،
قالت ندام ابوي مسوين هاليمع الفنانه روحي بيدي بخدم الملك كيك الملك زعفران كيك هذا روح حمسة وتنه راعية المطعم اللي في جوديز روحها متعني ومصرفة واشهد انها يا تبوي المطبخ مال الفندق هذا وهي اللي خدمت هالدنيا كلها. اي والله انا شو شيفته ريحة الامارات فيه. اشرح لكم طالة اعماركم ما يوبهم. هاي ابوي ذبيحة عليها مرقة وهاي ذبيحة بن غير عليها فوقه وهذا مال عراقيين ما عاد يسمونه وهذا فريد وهذا مطبق زبيدي وهذا فوق التنعد وهذه ذبيحة شوي وهذه الباكر العراقية الشهيرة ها هبيط ها هبيط هبيط هذا هبيط هذا هبيط وهذه الباكر يا سلام انا الحين ضروري تحط لي من الكريشة هذه زين يا رك الله ويا الله عيونك وهاي ذبيحة بعد شوي من غير وهاي فوق خباط وهذا محمر مع خباط وهذا برياني وهذا برياني ولا ناكل الساقة ولا نستلذه ولياكل الساقة ويعيش نقط يارك الله يا ابو المر والله مليون مرحبا مليون مرحبا مرحبا بالزين حي الله الفنان وهاي هري ستم بيحن بي وياك ولا حينة يلا عوادة مرحبا وهذه ابوي الهريسة وهذا برياني منقير وهذا البصل والطماطم ما ادري شو وهذه يسمونها هي التبوله وهي سلطه شو بقول لكم شو بقول لكم شيء يعرف وشيء ما يعرف شيء تول 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 تبارك الرحمن الحمد لله رب العالمين ما زين اليمعة وما زين الناس الطيبه ييه اللي ما ادري حزنك يا ابو فاطمه لك تسلم ها شوف الله عليك شيء احسن من هاليمع الطيبه شيء احسن من هاليمع الفنان تبارك الرحمن معان ضروري تحط لي ما قل ودل ما قل ودل ايوه هاي من الباكيت شو هاي باكيه العراقيه الاصليه ايوه بارك الله فيك شويه نخلي لك لسان هي لا لسان شيء شل من اللسان حط لي من الكرشه خاطري في الكرشه هاي الكرشه هي نعم هاي الليمونه كريعينات ما شكل كريعينات طبعا شلون ما عندك كريعينات ومخ الله الله فيه يا سلام يا سلام يا سلام اوه هذا ابوي وصى عليه الدكتور اي كلش اي نعم هذا هو بس ايوه زين طال عمرك ها منبار لازم منبار زين ايش عليه لا تحط لي وايد حبيبي انا ابو هالطول وايد غيروني حط لي نبير انا ابو شكرا جزيلا هذا الله يحفظكم شو اسمه شو اسمه هذا هاي طال عمرك ما ادري هاي خاصة شرات بسبوسه بالزعفران لكن هذه ابدا اللي ما اكل من هاي لا ياكل زين وهذا ابوي على نعت هالرجال الفنان اي نعم هذا عيلان الله يحفظه هو نعتني وقال لي ابوي ضروري تطعم منه لازم لازم قلنا له هي والله هنا بناكل وياك زياده بعد لا لا بس علي لا تبغى لا لا سوبر رجيم عيلان من قبل الخديه وايد اللي بيصور انت له هو انا انت ما تبي سوي تشيز والضرس وين هذا ابوي الاصلي شفتوا الاصلي هذا الاصلي وين جايين هم هاللوز هذا ابوي حين هذا ابوي احكم لي الحين فيها جايين جماعه بيصلون بيعينون الله خير شوفوا اللوز يا رب البيت والحرام يا رب يا اللوز ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن ما شاء الله بسم الله فندق عليه رضوان من الله ابو محمد اسمي فندق نقول لك خليفه ليش ساكن يا ربي عاد هو ما يداني اغتنمت الفرصه استغفر الله العظيم البلكونه بلكونه كلها لبندره لبندر لبندر او لبندر يسمونه هذا ابوي مشاهد ابوي فندق الانتر كنت لبه ها
صدق هاي البلكونة، هذه بلكونة وحدة طولها طول وعرضها عرض. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هاي البلكونة اللي عليها رضوان من الله. ما يباني أصوره، ليش عاد شو مشكلك أنت؟ شو ما زين لهالمكان والله يا أبوك، ما ودك تظهر من هالمكان. زادهم يلسون شهرين وثلاثة حليلنا نحن. والله يا فندقنا الأول ما شيء خيار عنه واختس الفندق. يا ربي اللوز، ها ها ها، شوف اللوز، شوف ال... يا الله ما خان ريحته، يا الله ما خان ريحتك يا اللوز. والله يا رب تطلع أنا عداك من طبعا عداك الملاصق. هذا ابوي المدخل، وهذا وين اروم تشيلسي ولا ممنوع؟ لا شوفوا، ها بعد ما بكل حد يروم يجلس هني، لازم تكون كمبري او فيك عرج من الكمبنية او يعني شيء من هالقبيل، ما بمال ناس عاديين. ها كل شيء يلق وكل شيء فنان وكل شيء زين تبارك الرحمن. ها شو اقولكم، ها يوم اقول لك المال يتبع المال والقمر يتبع الصيبان. حليلي انا شفتوا شفتوا مقواها القوالي في الدنيا كلها بوي في هالفندق. ابدا مسرع الرسم ومسرع ابوي الانجلاب تلفزيون، شوف كان شيء غلبهم. فندق ابوي لا صار قبله ولا صار عقبه. نعم هذا يبونه، يلا غايته. نعم قرب قرب احنا تعال 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 شباب تعال يلا عاده تعال يلا عاد تعال بحمر عين يبون الرص العالم. عبد الله عبد الله تعال زين ايش تعال ايضا محمد ولا شبه فندق في الدنيا العوده ولا شبه فندق في الدنيا العوده. عجب شيء طبيعي تمزرت البطون وندبت ابوي الكروش، وحين عاد يا وقت الله يحفظكم المشي، وحين عاد قبضنا جد الحرز نفس ريج الحرز، حد شرق وحد غرب والجماعة ابو كلهم جامعين في مكان واحد، بنصير تقهوى حين بعد عندهم حيلة بيس الا صراط ومشي. وهاي هاي هي لندن اصلا، ترى اللي جاي يتكشف غير عن اللي جاي في لازم ولا دراسة ولا عنده شغل بي جاي في مأمورية ولا شيات، نحن بويايين نتكشف، اللي جاي يتكشف يختلف عند كل حد. اللي جاي يتكشف ترى اسمه جاي يتكشف، ما بملتزم لا فرقات ولا في همك الله، لا عندك لا إليه. يا رك الله يا رك الله. كل عام وانتم بخير يا هالإمارات، ويسلمون عليكم كل هالإمارات الموجودين في لندن. كل عام وانتم بخير يا شباب. يوم جمعة طيبة يجمعون الشباب، خليفة خوري وأخونا مرشد وكل الشباب جمعت هالإمارات كلها كانت في هذا المكان في هذا الفندق الجميل اللي أيضا تملكه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. بناخذ صورة جماعية مع الشباب بعد هذا الفيديو، حبينا نصور فيديو عشان نطلع كل الشباب الموجودين اللي باركون حق كل اخوانهم واصدقائهم في دولة الامارات. وكل عام وانتم بخير، مشكورين يا شباب. الحين بنصور صورة اوكي؟ يلا عبد الله بن سعيد صورت انا ويا منو؟ خالي سيف. مو خالك سيف؟ مزروعي. وين ساكنين قوم سيف؟ ما ادري. ابي نصور انا ويا سيف اليوم، كان معانا اليوم اليوم على الغداء ولا وين؟ لا 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 متى؟ طيارة. والله والنعم سيف المزروعي، ها العيون بيض ملح صح؟ صح. سالم شينك سالم المفلح؟ ما حمدان سالم حمدان. وين ساكنين توني؟ ساكن بتشيلسي. تعرف نحن وين ساكنين؟ وين؟ ريال جاردن. إيه والله.
عبد الله بن سعيد صورت انا ويا منو؟ خالي سيف. مو خالك سيف؟ مزروعي. وين ساكنين قوم سيف؟ ما ادري. ابي تصور انا وياه. سيف اليوم كان معانا. اليوم؟ اليوم على الغداء ولا وين؟ لا لا لا. متى؟ طيارة. والله والنعم سيف المزروعي. ايه. ها العيون بيض ملح. صح؟ صح. سالم سالم شينك سالم المفلح؟ ما اعرف. حمدان سالم حمدان. وين ساكنين انتوا هني؟ ساكنين بتشيلسي. تعرف نحن وين ساكنين؟ وين؟ ريال جاردن. اي والله. خط المساء فهذه ابوي حكى شات المساء المساء. كنت تمنيت ان يكون الجوتي في شيء خضر، ما شيء في خضر، ازرق واسود وحمر ورصاصي، يعني ما يخصه في اللبس اللي فوق مره، لكن عباره ما رياضه سبور نفاج بسوي يعني. شو يعني؟ خيبه ظهري ما عرضها هني مال هاي مال تحميلي واني عيش. الحمد لله رب العالمين. حتى الباب ما بدا يلا سائرين الله يحفظكم. اول شيء تحيدون البارحه وين الشورتات هاي لك والبنطلون اللي مال قط قياسي اللي في البكادلي. ها بنصير عندهم قبل وبناخذ الليلي وبنصير من هناك بننشس جدا شو اسمه سلفرج وبنتمشى بنعين الله خير وبرد خلاف لين الفندق اذا الله جعلنا بالحين ان شاء الله. خط المساء فهذه ابوي حكى شات المساء المساء. كنت تمنيت ان يكون الجوتي في شيء خضر، ما شيء في خضر، ازرق واسود وحمر ورصاصي، يعني ما يخصه في اللبس اللي فوق مره، لكن عباره ما رياضه سبور نفاج بسوي يعني. شو يعني؟ خيبه ظهري ما عرضها هني مال هاي مال تحميلي واني عيش. الحمد لله رب العالمين. حتى الباب ما بدأ يلا سائرين الله يحفظكم. اول شيء تحيدون البارحه وين الشورتات هاي لك والبنطلون اللي مال قط قياسي اللي في البكادلي. ها بنصير لهم قبل وبناخذ الليلي وبنصير من هناك بننشس جدا شو اسمه سلفرج وبنتمشى بنعين الله خير وبرد خلاف لين الفندق اذا الله جعلنا بالحين ان شاء الله. جيتوا لنا ابوي ابو محمد داز ابوي بالبربل البربل البربل ابو محمد الحمد لله. اي والله يا ابو محمد اللي تخبرون عن مكان الشورتات تخطف على فندق الريتز وتكمل بعك سيده هيك هذا ها سيده هناك بي شرات القوس ها جراند كافيه. اي انزين قدام يجي القوس تدخل يسار اول دكان عكري يسار مشاهد لدوري خط سيده 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 سيد. يوم بتوصل بعدال هالمبنى اللي 170 شرطه 173 تلف يسار ولان هذا لدوري هذا ابوي هو الدكان اللي خبرناك معنا ان شاء الله ما يكون مسكر. اوه يا الله يغربلها يا الله يغربت غرابي لنا صهيزي كاننا جايي من اخر الدنيا نركض يا الله. ها اي والله غربلتي هذا شو هذا ما ادري لكن اكيد انه هذا متحف ولا قصر ولا ما ميوزك شو دراك سد كل البوابة. شي فنان وقاوي وزحمة أوادم هناك ها ما أدري شو عاد هذا شي مستوي هب شي مستوي شي له معنى هالمكان شي خاصة في الموسيقى بيكون شو هلال تقول هستري هستري أو شيء ادري شو هذا بس اللي عارف يقرا يخبركم يلا برايكم دقيق ها شوفوا برايكم شو ما زي هالشوارع هذا مش البونستريك شوف شوف كله بوي شارع كله خيايط كله هالشارع خيايط شو ابداع العرض هاي يسمونه ابداع العرض
شوف الله عليكم شيء جميل طريقة العرض عرض مميز ضرب الله تم أقواهم شوف الله عليكم هذا ما تروم تسميه انت محل أبل ولا تروم تسميه دكان ولا معرض هذا يقال عنه صرح صرح لأبل يا ربي هذا بارك الله فيكم أكسفورد ستريت ما زين عاد في النيوير في النيوير شي غدي في النيوير شي غدي عجبة العجاب يا غدي شي مهول في النيوير والكريسماس هاي الدنيا أبوي تلض بكبرها المكان يرهش التحرى حرمة ومصوغة لابسه مرتهش من قمة راسه لين قاعد تريولها ترتهش نعم حليلك يا جون لويس هاي اللي تشوفونه الأول عرب كلها ما تعرف إلا هو مارك سبنسر غير ما شي أبوي هذاك من هذاك اللي أبوي يصير سلفرج وغير سلفرج ولا العرب الأول كلها أبوي تمزر صناديج من جون لويس ومارك سبنسر تبقى اللي من غير مرة ما حد يطيح ما عليكم أنتم الكذب والخريط والدوانديل أنا رمسكم عن الثمانينات أوائل الثمانينات 83 و85 و78 كلها العرب أبوي جون لويس ومارك سبنسر سلفرج أبوي من النوادر حديد ما كان بهالحجم ما كان ما ادري هالكثر ضوء ما في الا تحت مال العطورات وتحت مال الشنار هاي الادوار اللي من غير ما ندري شو كانت محمد بنطاس العامري ولابس نظاره دخيل والديك تعق الكل لا 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 ما على هواك ما علي من لازم تعق لك شب زين الوالد سبعه حلفت الله والله تعيده وراسه قوي عيد عيد والله لو تنطر في خمره راسك خلا ما الله ما بهين وهذا ربيعه هو وياه ما ادري بعاد ربيعه هنا ابوي منو والله مليار مرحبا لي سدد مبارك العيد يعلك من عواده حالك الله يحفظك كيف انت الله يسلمك يبارك فيك يطرح فيك البركه ماله احنا ما يتحرى ان نصوره شوف الله عليك ما زين محل البرد هذا ما زين بلاد 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 سلفرج يا ابوك يبالغ 15 ساعة شو حد بالعرب والله من يصبحون لين يمسون لفيه ما يتحركون ولا يسيرون بقعة قرنا ابوي بارك الله فيكم من سلفرج قبضنا ابوي اكسفورد دحينه بنوصل لين اخره هاي الريجنت ستريت الحينه بنسير لين جدل بكدلي وما بكدلي بنحوط الدنيا هذا طريقنا زين شعري اللي تشوفه يا ابو محمد كليفن جاردن وانت تمشي بوي تشوف هاي شفنا هالمنظر ها هذا هو فندق هو ما ادري شو دخلنا هذا عيبي شيء جميل اتوقع انه مول صغيروني اتوقع العلم عند الله لكن هذا اللي يميز لندن يعني الاشياء اللي هالنمول جميل الاشياء ايوه خيب عبارة عن شارات الحوي لكن جايين العام وهناك تحت البرند هايج شيء مروا منزل كاميرا الحريم هناك تشيلهن أقولكم شيء مثل مال السيرك العام صورينه تنفيدون نفس المكان هذا ما عرفت هذا قبل هذا بكدلي سكوير اللي العرب كلها ابوي تصيح بكدلي سكوير عاد اللي يشوفها الحين ما يشوفها في النيوير ولا كريسمس يا سلام سلم في النيوير ولا كريسمس هالمكان يعني لا صار ولا استوى ما ودك تفارجي لو بتيك يوم من المغرب لين نص الليل ما يشبع منه
أمنة والإضاءة لي فيه والأشياء لي فيه شيء جميل. غادي مكان فنان والله، العالم كلها تي من آخر الدنيا من مشارق الأرض ومغاربها. شوفوا الخلوق، شوفوا العالم. يا ربي شوف الله عليك. شفت والله عليك. الزحمة اللي في لندن حاليا زحمة 88 87 سنة ثمانينات. الزحمة هذه من هاج السنين ما استوت هالنمون زحمة فيها لندن. عليكم اللي يقولوك والله تصفر ما فيها حد كذب. نعم هاي شوعية خيال لوادم. زين أول بادي عدوا أساميكم واحد واحد. سلطان مطار العيون. والله والنعم أنت. والله والنعم. محمد الكعبي. شوف أنت. سيف الشحي. والله والنعم. حريتك لبناني أنا. كيف حالكم شباب؟ كيف أنتم؟ والله مليون مرحبا. الله يسلمكم. هلال أبوي مشى وياي إنه خذه لين قرب هرد. يوم وصل أبوي قرب هرد قال أبوي عيزة خيل أبوي. والأخير قال أبوي خلاص أنت كمل. كان تبع تركب تاكسي بترد وياي الفندق زين على زين تكمل طريقك شرات كل يوم الله يحفظك. قلت لأبوي تتوكل على الله أنا اللي خلاني معزم أكثر. والله تهلعت على سكريم ونحن نمشي شوكولات ولطمت لي واحد أبو بسكوت وهو كل واحد بعد هالمثل يغيب ما كمله. نعم والله مليون. فلذلك التأنيب الضمير شغل إن شاء الله إحنا الأمور طيبة إن شاء الله. زين الحين تبني إعلام من أي إعلام منها؟ إعلام بني أبو علي طال عمرك منطقة أصيلة ولا شخرة طال عمرك؟ إنزين يا مرحبا. يقولون الجو عندكم رقم واحد الحين. نعم والله بارد طال عمرك. نعم الحين كم درجة الحرارة عندكم؟ الحين والله 22 25 23 فقط بس. صدق عاد والله العظيم يوم تهنمون شياب إنك لندن عيال. عاد دوام عند معازيب والله عندي شو اسوي. تستاهل كفو وطول عمر. شوف عند شوف عند معازيب والله مرحبا مرحبا. وحنت رياك والله الحين على سناب شاتك انت رياك والله وانا اتابعك والله عيوني وانا احبك بالله وانا اخوك بالله اكتسلك خلاص انا احبك والله يا اخي احبك ربك جزاك الله خير وانا بعد احبكم الحمار ديك ما ترياك ان شاء الله ان شاء الله محبوب بيدك اعلان كلهم والله هو يعرفه يحب عندك على المتابعين فيك اعلان تمزح نزل اليوم بتنزل عقب تحبون فاضل خلي يعطيك لوز لا عنده لوز ما فيها دود لا عم عطنا ابو شامه يعوده بس بتنزل اليوم شوف الحين بيصير راس يلا زين وانت حملهم انا ناظر الشامسي من هالبطينه لا من هالبطينه من هالعين من هالزاخر عاد كيف تقول شيء يخصك في البطين بس عرف سلم وصلت الفكره يلا يعني ابلغ صلاح تحيه بلغ وايد تحيه يلا مع السلامه. هذا الحين وصلت تدرون وين؟ وين جلوستر فندق جلوستر جلوستر الاولي وقدامه فندق البنتة والطرف هذاك فندق محب فندق فندق هي صغيرون يسمون اليزابيث هوتيل الاول اللي بعقبه كرومويل هوسبيتال. حين توصل المكان هذا تلف يمين هذا يظهر سيد على بناية حياة مكتوم انت على يمينك وعلى يسارك الفندق صغيروني هاك اللي انا داني اللي اقول لكم ماشي شراته قاوي وعلى اليسار يجيك فندقنا اللي هو الريال جاردن. يعني هذا الشارع يظهرك على كرومويل رود يعني كل تقريبا اليوم المشوار كامل 18 كيلو ساعة
ساير جاي لين حينه 14 ونص تقريبا او 14، وحين باجي انا اوصل الفندق تقريبا 3 كيلو ولا 4 كيلو، يعني شيء رقم واحد رقم واحد، يعني استاهل استاهل اني دلعت عمري وكلت اسكريم اسكريم رقم واحد بعد من هالاسكريم العاديات وبسكوت رقم واحد شوكليت دارك شوكليت في شوية مرورة، لكن أحس تحس به إنه هيلثي ولذيذ. هذول المطعم اللي كلت فيه الإيطالي العام مال العام مال رأس السنة عدال مشاهد إنه وين بكدلي شيء رقم واحد زين والله. هي والله هلال الحين كل يوم يتعلث والله بلحق عليه البنيات قبل ما يرقدن. ها يلا زين تعالن ما صوركن انا تعالن انت صورن ما بصور تعالن ما بصور وحده انتين ثلاث ما شاء الله لا ما تبين بس ريولكن مكتوب اسمك على جوتي بسم الله انت ريل وحده عريه بسم الله لا ابو ذهره فيها ريولي هي معوقة حليلة بسم الله يلا لا بنيتنا لا خلي والله ما بشلة هاي صحيات أبوي هاي يوم يقول مكسورة وتبرد يلا يحفظكم إن شاء الله.